يعد أسبوع المرور مناسبة لإبراز الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور ومن خلال شراكة مجتمعية فاعلة من أجل رفع مستوى السلامة المرورية وتوفير الانسيابية المطلوبة على كافة الشوارع والطرق، وهو أمر لن يتحقق إلا بالتعاون مع رجال المرور وفي الوقت ذاته الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية. تعد التوعية أساس منظومة السلامة المرورية التي تشكل في مجملها مظلة لحماية الأرواح والممتلكات، وفي الوقت ذاته أحد أوجه السلامة العامة التي نتطلع إلى ترسيخها واقعاً يومياً في المجتمع. على هذا الأساس ينعقد أسبوع المرور منطلقاً من أشكال متعددة للتوعية، ما بين المسابقات والأفلام القصيرة وغيرها، في انعكاس واضح للحضور المجتمعي الفعال مع جهود الإدارة العامة للمرور. حرصت الإدارة العامة للمرور في تنفيذ برنامج الأسبوع المرور 2020 على تكريم السواق الملتزمين من خلال الامتداد على طول أشهر السنة وعدم اقتصاره على فترة أسبوع المرور، وهذه الخطوة الجديدة اللي انتهجناها لهذا العام، بالإضافة إلى تعزيز المبادرات الأخرى اللي تعزز عناصر الالتزام والحرص والتوعية لدى الجمهور، وكانت على رأسها مبادرة شكرا. وإن شاء الله راح تكون هناك مبادرات توعوية تتواصل فيها مع مختلف شرائح المجتمع، كذلك من مبدأ الشفافية إطلاق موقع الكاميرات اللي ترصد السرعة وتجاوز النور الأحمر من خلال موقع الإي ترافيك. فكل العناصر اللي تقوم فيها الإدارة العامة للمرور من أعمال وخدمات واضحة للعيان وفي متناول الجميع، وممكن العديد من الخدمات اللي توفرها الإدارة العامة للمرور متواجدة في موقع أو تطبيق الإدارة العامة للمرور في متناول الجميع على كافة الأيام مدار الأسبوع 24 ساعة في أي موقع كان. وبالتوازي مع هذه الجهود التوعوية المتطورة تأتي حملات إنفاذ القانون لضبط سير الحركة المرورية ومخالفة السلوكيات الخاطئة والإشادة بكل ملتزم على الطريق، ويتخذ من التعاون مع الجميع أسلوبا ومنهج حياة. أبرز المسببات للحوادث المرورية هي طبعا استخدام الهاتف النقال وتجاوز السرعة العالية وتجاوز النور الأحمر أثناء السياقة واستخدام الخط الأصفر من خلال الشوارع الرئيسية. هذه كلها رصدت طبعا من الكاميرات الذكية والكاميرات الأمنية التي ترصد بغرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور. وتدعو الإدارة العامة للمرور لجميع سواق مملكة البحرين من مقيمين بطبعا الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية وعدم الانشغال بغير القيادة. لوحظ من قبل السائق بأن هناك التزام بالأنظمة والقواعد المرورية وانخفاض بنسبة 22% في انخفاض المخالفات التي رصدت بالإدارة العامة للمرور. ويظل الحضور المجتمعي أساس الفعاليات والأنشطة، فتوصيل الرسالة إلى الجمهور المستهدف وإقناعه بمضمونها وتشجيعه على السلوك السليم أمر بالغ الأهمية. مخالفات وطريقة احتسابها وطريقة سير عملها في الإدارة العامة تيك في المسج، سهولة الدفع، بالإضافة لأن حدت الكثير من الحوادث، تقريبا الإحصائيات اللي قاعدة تتكلم والأرقام اللي قاعدة تتكلم سنة عن سنة قاعدة مع تشديد هذه الإجراءات وإلزام المواطن والمقيم فيها قلت الكثير من نسب الحوادث في مملكة البحرين. طبعا هذا ينعكس على يعني رقي البلد ورقي التقدم والتطور فيها، وحقيقة احنا شاكرين. وبعد نبي الكثير من الانضباط والالتزام من قبل المواطن والمقيم. إدارة عامة المرور حطت المخالفات، حطت ضوابط، بالعكس هاي شيء في صالح المواطن نفسه. فالالتزام يعني حتى تشديد على الموضوع ذي، بالعكس ترى هذه ما يضر المواطن، هاي يساعد المواطن في انه يحافظ على حياته. بالطبع الكاميرات المرورية خلت السائق البحريني او الاجنبي يلتزم بالقوانين المرورية، يلتزم بالسرعة المحددة المطلوبة في الشارع، يلتزم بربط الحزام، يلتزم بعدم استخدام الهاتف النقال، لأن الكاميرات المرورية ترصد كل ما ذكرته من استخدام هاتف، من عدم ربط الحزام.
فخلت السائق يلتزم بهالقوانين وبالسرعة المطلوبة. تبقى السلامة المرورية مسؤولية مجتمعية، ما يتطلب من الجميع النهوض بدوره والتعاون مع كافة مستخدمي الطريق والاستجابة الفورية لكافة الإرشادات التي وضعت من أجل أمن وسلامة الجميع.